بين إصدارات أدبية، أبحاث علمية، كتب تاريخية ومعاجم لغوية، يسجل الكتاب باللغة الأمازيغية حضوراً قوياً في الطبعة 25 لمعرض سيلة الدولي. 32 إصداراً بما فيها يعني الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية وهم ثمانية فائزين، إصداراتهم يعني حاضرة اليوم في هذا الصالون. أيضاً بالنسبة للحروف المعتمدة هناك الحرف العربي، الحرف اللاتيني والحرف الأصلي للغة الأمازيغية وهو حرف تيفينا. الأدب باللغة الأمازيغية بين الرواية، الشعر، المسرح والأدب العالمي المترجم إلى تمازيغت من بين أهم الأنواع التي تعرف تزايداً سنوياً في رفوف المكتبات. أنا بلك الأول اللي ترجم توفيق الحاكم اللي جابوه القبيلية، ترجمت إيزيس رجعتها زهور، وهذا العام راني خرجت الخروج من الجنة قاعدة كما راهي سوف غادي الجنة. وكاين بزاف ناس واحد اخرين اللي جابوا من الرومية من الفرنسي، وكاين اللي جابوا تاني من العربية. الكتابات هذا العوام تولى، قلت لك كاين انجالن لي رومون، وكاين توليسين لي نوفيل يا دو لا برودكسيون. الكتاب جسر الذاكرة كما ارادته طبعة سيلة لهذا العام، هو ايضا يمد الجسور بين من يطلق العنان لافكاره بلغته الام والقارئ المتطلع لما تسخر به الثقافة الجزائرية من ثراء.